السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. اليوم غنقدم لكم اولي بولان، هما كيديروهم الهولنديين في هذا الشهر، في شهر 12. اولي بولان هو بحال السفنج ديالنا، هما اللي كيديروه بحال كويرات، كيديروهم كويرات وكيقليوهم في الزيت. كنديرو 400 غرام ديال الدقيق، كندير بيضة واحدة، كيس ديال الخميرة، خميرة ديال الخبز، قبصة ديال الملحة، 4 معالق ديال الزبيب، 2 معالق كبار ديال السكر البني، قشور برتقالة مبشورة، والحليب الدافئ للخليط على حساب الخليط. دابا غنديرو السكر مع الخميرة وشوية الحليب باش يدير يطلق لينا الخميرة. دابا الخميرة ديالنا طلقات، ها هي غادي نزيدوها على الدقيق وغادي نزيدو عليها هاد البيضة كاملة، وغادي نزيدو عليها شوية الملح، قبصة، وغادي نزيدو عليها بشور البرتقال والزبيب والحليب، وغنخلطو كلشي في الماكينة ديال الكهرباء أو الماكينة اليدوية كيف كيف. شوفوا العجينة ديالنا، ها هي تعجنات مزيان، كتجي مطلوقة بحال العجينة ديال السفنج. ونخليوها دابا تخمر، نديروها في بلاصة سخونة، نديروها مزيان، نغطيوها مزيان، وملي تخمر صافي غنديروها كويرات وغنقليوها في الزيت سخون. شوفوا انا غطيت عليها مزيان، درت لها 2 البيكات وغنخليها تخمر بلاصه سخونه، صافي غنتلاقاو من بعد غنبداو القلي. غنخليكم. العجينه ديالنا هي خمرات، شوفوا خمرات تبارك الله. دابا غنحتاجو الماء، وغنحتاجو هذا ديال ايس او 2 معالق، والزيت راه كتسخن صافي، وغنهزو بهذا او 2 معالق، كنديرو هكذا ونديرو في الزيت. الزيت راه مازال ما سخناتش، ونديرو ملي غنكملو نديرو هذه في الزيت، نرجعوا للماء عاود نهزو، كل ما هزينا غنرجعوا للماء. الزيت ديالنا سخنات، دابا غنهزو، شوفوا غنديرو نهزو بهذا غنديرو بالزيت. نهزو بعد 2 المعالق ديروهم بجوج بزاف بالماء، ونهزو نديرو هكذا ونديرو بالزيت، عاد نوريكم نديرو هكذا ونديرو بالزيت. هنهزو عاود
نشوفو كيفاش كيجي. كيجي بولاط. شوف كيجي غزال ورطب لداخل، كيجي مفشش داخل. نتمنى ديروه وتجربوه. هما اوليبولين ديالنا راهم وجدوا. شوفوا كيجيو لطيف. كنديرو عليهم سكر ثقيل وناكلوهم مع كدتي. وكنشكركم.